يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، معاكم داليا حسام وحلقة جديدة مميزة جدا من حلاوة روح اللي بنشوفه السبت من كل أسبوع الساعة 3. عايزة أقول لكم إن في ناس كتير وبالأخص الشباب عندهم هوس بالكورسات، وخاصة كورسات اللغة الإنجليزية. طبعا الكورسات بيبقى هدفهم فيها إن هم يعني يتعلموا مهارات جديدة، يتقنوا لغة جديدة، او يدخلوا في مجال جديد يتعلموه ويشتغلوا فيه. ولكن طبعا هما بيبذلوا وقت ومجهود وفلوس، وبيدفعوا فلوس كمان كتير قوي في الكورسات، ولكن هل بعد الوقت ده والمجهود ده والفلوس دي بيلاقوا نفسهم وصلوا للي هم عايزينه، حققوا الهدف اللي هم كانوا بياخدوا الكورس عشانه؟ لو مثلا نفترض ان هم كانوا بياخدوا كورس لغة انجليزية، فهل هم فعلا قدروا يتقنوا اللغة زي ما هم كانوا عايزين ويمارسوها ولا لا؟ غالبا غالبا الإجابة هتكون لا. بس يا ترى ليه؟ يا ترى ليه لما بناخد كورسات، الكورس مثلا ممكن يقعد يستمر شهر شهرين 6 شهور، ولما نخلصه ممكن لو حد سألنا بعد شهرين انتوا كنتوا بتاخدوا ايه في الكورس ده، ممكن ما نبقاش فاكرين الإجابة خالص او فاكرين حاجات قليلة قوي. يمكن انا بقول ده يعني احتمالية من وجهة نظري الشخصية، ان يمكن معظم الاماكن اللي بتقدم الكورسات دي بتقدمها بنفس الطريقة ونفس الشكل، ويمكن بيتبعوا نفس الخطوات او خطوات متشابهة، فبالتالي بنوصل لنفس النتيجة. بس عايزة اقول حاجة بقى، ان في شابين مصريين حاولوا يدرسوا الموضوع ده كويس جدا وتعمقوا فيه كده دراسة عميقة جدا عشان يوصلوا هما ليه الناس لما بتيجي تكتسب مهارة جديدة أو لغة جديدة ما بيقدروش إن هما يمارسوها بالشكل اللي كان في خيالهم أو اللي كانوا عايزينه. هما بصراحة يعني يمكن فكروا برا الصندوق شوية، اشتغلوا بفكر جديد، لأن هما كان ليهم هدف، حابين إن هما يقتحموا المجال ده بقوة ويكونوا متميزين عن بقية الأماكن اللي ممكن تكون بتدي الكورسات بالشكل ده. حبوا يعني يعرفوا ايه الحل، ايه حل المشكله، وفعلا قدروا يوصلوا له وعرفوا ليه المشكله دي بتحصل دايما واحنا بننسى كل اللي درسناه. ازاي ان هم يعلموا الناس لغه او مهاره وتفضل مستمره معاهم مدى حياتهم، يعني الموضوع صعب جدا، بس هم عرفوا الحل وعرفوا الزتونه زي ما بنقول. معانا حد منهم قدروا يؤسسوا شركة اسمها 8020. الشركة دي تخصصت في مجال الكورسات، وخاصة كورسات اللغة الإنجليزية، وفي وقت قليل جدا هي بقت يمكن من أكبر الشركات اللي بتقدم الكورسات دي، لأن هي زي ما قلنا في الأول هي تميزت. اللي معانا النهاردة ضيفنا النهاردة ضيفنا العزيز اللي نور قناة الصحة والجمال ونور حلاوة روح، هو أستاذ عدنان. أهلا وسهلا أهلا أستاذ بحضرتك يا عدنان، فندم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. أستاذ عدنان هو نقدر نقول إن هو English Language Coach، وكمان أحد مؤسسي 8020 اللي اتكلمنا عنها. عايزين نعرف بقى من حضرتك كده البداية، وإزاي إن أنتوا خدتوا القرار ده ووصلتوا للحل إزاي؟ طيب البداية، احنا يعني أنا بقالي في المجال بالظبط أكتر من 6 سنين. ففي صديق ليا كنا يعني دايما كنت اقعد اكتب بوستس على الفيسبوك كده، هو دايما كان يدخل يكتب لي كومنتس، كانت الكومنتس دي بتدل على انه حد فاهم جدا يعني. فاحنا قررنا، فجيه كده مره يعني دخلت كلمته قلت له تعالى نتقابل، اتقابلنا وقعدنا ندردش في الموضوع، وكانت وجهات نظرنا متطابقه في حاجات كتير جدا يعني. بس فانا قلت له والله ده انا حاليا كنت شغال ساعتها شغال في مكان في مكان ما يعني، قلت له والله ده انا من دلوقتي بجهز ان انا افتح مكان خاص بيا يعني. بس فابتدى نتكلم بقى في حاجات كتير جدا، وانا شفت عنده رؤيه عظيمه يعني فيما يتعلق بموضوع الكورسات وكده، وكان عايز يقدم حاجه شرحها لي قبل كده. فابتدينا ان احنا قلنا خلاص طيب تعالى انا وانت ننفذها كده مع بعض، وابتدينا انا نوعا ما معروف شويه على السوشيال ميديا، فابتديت ان انا اجيب الطلبه اللي عندي يعني، وابتدينا ان احنا نبتدي ان احنا نطبق التكنيكس الجديده دي عليهم، ولقينا رد فعل كويس جدا جدا، ولقينا الناس بتتقدم بشكل كويس قوي. فمن هنا بقى قررنا خلاص الطريقه دي احنا ان شاء الله هننطلق بيها ونعتمدها في عندنا في المنهج. وبالفعل فتحنا المكان، والمكان الحمد لله قدرنا نحقق بعض النجاح البسيط يعني لمده سنه كده، وبعدين طبعا جه
فيروس كورونا، ودلوقتي بس معظم الوقت شغالين اونلاين اونلاين. حاليا. هو معظم الاماكن اتجهت للاونلاين، وبالتالي هو خلاص ده اللي هيبقى المجال اللي جاي يعني. مظبوط كده، احنا دلوقتي بنتطور فيه بشكل كويس جدا يعني. اعتقد ان التكنيك المستخدم بقى الجديد اللي انتوا يعتبر تبنتوه يمكن جاي من نفس اسم الشركه 8020. مظبوط كده، هو ببساطه شديده جدا هو الكونسبت بتاع 8020 دوت بتاع شخص اسمه باريتو، ده كان راجل اقتصادي ايطالي. كان ببساطة هو بيقول إن 20% من الشعب الإيطالي بيمتلك 80% من الثروة، والمبدأ ده ذات نفسه طبقوه على البيزنس، طبقوه ليه تطبيقات كتير جدا يعني. مثلا على مجال البيزنس دايما هتلاقي في أي شركة بتبيع هتلاقي إن 20% مثلا من رجال المبيعات بيدخلوا 80% من الأرباح. فنفس الكونسبت كده بنطبقه في اللانجوج، إن مثلا 20% من اللانجوج هي اللي بيتم استخدامه بنسبة 80%. فاحنا بالظبط ده الكونسبت اللي احنا طبقناه على الناس يعني، بندي لهم اللغه اللي هي الشائعه الاكثر شيوعا اللي الناس كلها بتستعملها. احيانا في بعض الناس بتقعد تحفظ نوعين من اللغه، اللغه دي اصلا غير مستخدمه وبعيده خالص فمش هتفيدك في حياتك، بس فاحنا كنسلنا الجزئيه دي بس وبقينا مركزين اكتر على 20% اللي هي هتفيدك، اللي هي الحاجات الاكثر استخداما والاكثر تداولا. تفتكر حضرتك من وجهه نظرك ايه الاخطاء الشائعه اللي كانت بتتبع بقى قبل كده وتوصلنا للنتيجه اللي احنا مش حابينها دي، اللي هو نبقى نسينا اللي احنا درسناه اصلا؟ طيب يمكن من اهم نقطه، يمكن لو يعني اهم حاجه انا محتاج بس الناس تعرفها، احنا نوعا ما واحنا صغيرين شويه لما كنا في المدرسه كان دايما بيتقال لنا احفظوا كلمات كتير جدا، وابتدي ان انتوا يظبطوا قواعد الجرامر، وعن طريق فهمك للكلمات والجرامر هتبتدي ان انت تكون جمل. الكلام ده فيه يعني في جزء منه صح طبعا، انما الغالبيه العظمى منه مش صح. طيب ليه؟ في عالم لغويات مشهور قوي اسمه روبرت فيرث كان دايما يقول لك انت لما بتيجي تحفظ كلمه انت مش بتحفظ الكلمه لوحدها، انت بتحفظ الكلمه والصحبه اللي بتيجي معاها. على سبيل المثال حضرتك دلوقتي في البيت لما بتصحي مثلا حضرتك حافظه كلمه صباح بالعربي، بس لما بتصحي بتقولي مثلا لاي حد حواليك في البيت صباح الخير، صح، هنفطر مثلا النهارده ايه يا استاذه داليا؟ هناكل مثلا فول وطعميه. عدينا على جروب من الناس احنا حافظين مثلا كلمه السلام، عدينا عليهم هنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فبالتالي هو احنا مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ كلمه بس، لا احنا مطلوب مننا ان احنا نحفظ الكلمه ونشوف ايه الكلمات الثانيه اللي بيتم تكرارها معاها بشكل مستمر ودائم. مثال تاني لو حبيت اقول لك مثلا حضرتك نورتي البلد، فانا باجي افكر فيها مثلا كده هطبق الكونسبت اللي هو اللي احنا بنفكر بيه كلنا يعني. نورتي هتلاقيها مثلا ليها كلمه لايت، ليها كلمه تانيه برايت، وجودك مثلا كلمه اكزيستنس وبريزنس. المعضله اللي احنا وقعنا فيها بقى ان احنا عندنا هنا كلمتين بنفس المعنى وكلمتين بنفس المعنى، فانا احط دي مع دي ولا دي مع دي؟ فدي بقى لا، ونقعد نفكر بقى في الزمن نورت دي ماضي بقى، لا ونقعد يعني بس في عمليات كده حسابيه بتحصل، وده طبعا هو ده بتاعي الخطا يعني. مظبوط. واحنا لو سالنا نفسنا يعني هم ليه مثلا كنيتيف، انت حضرتك كمتحدثه اللغه العربيه ليه بتتكلمي بسرعه؟ لان ببساطه انا بتكلم بجمل ما بتكلمش بكلمات بس، فهو بالتالي انت محتاج ان انت متركز، سيبك من موضوع ان انت تحفظ كلمات، انت ابتدي ان انت تحفظ جمل بشكل يعني بشكل كامل كده، وهتلاقي نفسك الجمل دي يعني انا لو جيت لحضرتك دلوقتي وقدمتك لصديق ليا فهتقولي على طول نايس تو ميت يو، شرفت بمعرفتك، مش هقعد افكر بقى ايه فين الماضي فين المضارع. العمليات العقليه دي مخنا مش دي افضل طريقه ان احنا نتعلم بيها، فانت ركز بس على حفظ الجمل دوت هتلاقي الدنيا تيسرت معاك بشكل كويس جدا 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 يعني. طب كانوا بيقولوا لنا غالبا يعني في الكورسات دي اسمعوا كتير، تشوفوا افلام كتير، اسمعوا اغاني، ايه رايك في الموضوع ده صح ولا غلط؟ طيب طبعا اكيد الافلام بتساعد في حاجه زي كده. الفكره بس ان احنا في خلينا نفرق ما بين نوعين كده، في حاجه اسمها تايب 1 لانجوج اللي هي النوع الاول من اللغه اللي هي اللغه الاكثر شيوعا والاكثر تداولا، ودول نقدر نقول بتشتمل على حاجه و60 موضوع يعني. حتى انت دلوقتي لو جيت مثلا تسافر دوله ما ودخلت اختبار هم دايما بيقيسوا الاختبار في ضوء المواضيع ديت يعني. على سبيل المثال طبيعي جدا ان انا بقدر اقدم نفسي، بقدر اتكلم عن الاكل والشرب، بتكلم في المواضيع الحياتيه اللي هي النوع الاول من اللغه. انا لازم اركز ان انا بالتوازن مثلا لو انا هذاكر من فيلم ما فيش مشكله، بس لازم يبقى في ماتيريال متصممه بشكل مخصوص تخدمني في التايب 1 لانجوج دي، بحيث ان انا لو سافرت بره ولا حاجه او في الديلي لايف اقدر اتعامل بكل سهوله. فلازم يكون في تركيز في ماتيريال بتخدمني في النوع الاول من اللغه، وفي نفس التوقيت اشوف حاجه نوعا ما فن وهتبسطني، زي مثلا موضوع الافلام، زي ان انا اشوف فلوجرز مثلا على اليوتيوب، اسمع بودكاست معينه وهكذا يعني. بتنصح الناس تعمل ايه يعني اللي تقدر تعمله دلوقتي؟ طيب يمكن اهم حاجه خالص كده، اكبر نصيحه لو انت مقبل على عمليه تعلم اللغه هي فكره ان احنا اي علم بنيجي نتعلمه بشكل عام في حاجه اسمها مقدمات للعلم ده يعني انت ابقى فاهم بس انت مقبل عليه او انت داخل عليه. ففي البدايه هنصحك مثلا اول هام الانجليزي دوت هدف بعيد المدى مش هدف قصير المدى، فانا بالتالي لو عايز اتعامل معاه صح وانجح فيه اول خطوه بالنسبه لي لازم اعرف هتعامل ازاي مع الهدف بعيد المدى. الهدف بعيد المدى غالبا هتعامل معاه عن طريق العادات،
احنا دلوقتي عشان تحقيق اي هدف بشكل عام بنتعامل معاه عن طريق مثلا العادات او عن طريق قوه الاراده. قوه الاراده دي هتخدمك لمده شهر. فكره ان انا بقى ايه، طب بص، طب انا هضغط نفسي النهارده، او مثلا اللي هي انا الحماس يعني. الحماس مثلا، اوكي الحماس، الحماس ده في الاول وفي الاخر مشاعر. لو انا هضغط نفسي بقى وهسخن وكده وبالتالي بتكون موجودة في أول التجربة طبعا وتبدأ اسبوعين تقل وهتلاقي نفسك تدريجيا، مش كده؟ هتهبط كمان اسبوعين بالظبط. يعني محدش بيبني هدف بعيد المدى بناء على المشاعر، المشاعر دي حاجه متقلبه ومتغيره، فما اقدرش ابني هدف بعيد المدى بناء على المشاعر ديت. فبالتالي النصيحه هنا اتعلم ازاي بس تبني عاده، لان الانجليزي هيبقى عاده يوميه. وميزه العاده ان انا مش بفكر فيها، انا بس بعملها كده على طول، زي ما انا بصحى الصبح مثلا بعد ما بفطر. طبيعي مثلا ان انا بالنسبه لي كعدنان بعمل القهوه، فمش مخي مش بيقاوم يقول لي لا مش هنعمل قهوه النهارده، لا انما او انت ما بيبقاش عندك حماس هي هعمل قهوه، لا عادي انا عادي، حاجه ده بعملها حاجه بشكل طبيعيه طبيعي كل يوم. بالظبط. فهنا يعني في حاجه ظريفه جدا، احنا يعني كنا اتكلمنا في كذا مقال عن موضوع بناء العادات. وتقدر مثلا على سبيل المثال في كتب مشهوره جدا بتتكلم عن موضوع العادات دوت، ممكن تشتريها وممكن تبتدي تقرا فيها. هل بتتكلم على العادات الحياتيه بشكل عام، مش فكره تعلم اللغه لا لا، العادات الحياتيه بشكل بالاخص عام، يعني؟ او فكره ان انا بناء العاده، يعني انا اي حاجه في حياتي، الرياضه، ما الرياضه دي مش، الرياضه مش هدف، الرياضه دي عاده يوميه في حياتي. فانا بروح كل يوم الجيم مثلا، يعني بلعب مش جيم، بجري، بعمل اي حاجه، المهم ان انا بحرك جسمي، فدي جزء من يومي. فنفس الموضوع كده اللانجوج هتبقى جزء من يومك، يعني هي انت الطبيعي هتتعامل بيها كجزء من يومك. وما تتعاملش بقى ايه، يعني المشكله العظمى كمان ان انت ما تتعاملش بقى اللي هو بعديها بشهر انا ليه ما بتكلمش، لا اهدى شويه، الموضوع طويل شويه، يعني هياخد معاك منك الله، وقت ما انا شويه. خدت كورس، امال ايه مش بتكلم انجلش كويس يعني ليه؟ مش عايز اقول لحضرتك المشكله دي، يعني اللي هو الطالب بيجي عندنا مثلا شهر، مستر انا بقى لي شهر معاك ما بتكلمش ليه؟ يعني انت كده في حاجة غلط. بس هو طبيعي، لان هو ايه، احنا بشكل عام يعني من واحنا صغيرين بتحكمنا قانون السببيه، ان انا ان شاء الله قبل الامتحان هعمل ده وده، هدخل الامتحان هعمل كذا. فيجي يطبق تعودنا نفس على كده. يجي يطبق نفس الكلام مع اللانجوج اللي هي سكيلز اصلا، يعني هي سكيل، هي مهاره. فالمهاره بتختلف شويه عن الطريقه اللي انت كنت بتذاكر بيها في الجامعه. يعني الجامعه انت ممكن كنت مثلا، انا لو هتكلم عن كليه التجاره، كنا بنذاكر مثلا اوكي، بس مش المذاكره اللي هي الموت، يعني كنا بنذاكر اوكي قبليها، قبل الامتحانات بفتره زمنيه معينه، وقبل الامتحان بنشد شويه كده بنقدر نلم الدنيا. وانس ان احنا بندخل كنا نوعا ما بعد كده المعلومات بتتنسي بشكل كبير قوي. فعلا. نفس الكونسبت ده مش هينفع تطبقه على الانجليزي، يعني لو طبقته مش هيديلك النتائج اللي انت عايزها، لان دي حاجه هتقعد معاك، دي لونج لايف سكيل، يعني حاجه هتقعد معاك طول حياتك. هي دي المشكله اللي بتخلي الناس يعني ما تستوعبش قوي الكورس او تطلع بالفايده اللي هي عايزاها، لان انا بحط في دماغه برضو نفس الكلام ده، مظبوط انا كده، هدرس عشان هذاكر عشان همتحن وهنسى بعد الله كده. ينور لحضرتك بالظبط. فهو لا، ما يتعاملش معاك كده خلاص، عارفه اللي هو انا ايه، يعني ما تقيمش الانجليزي بالذات، ما فيش في حاجه اسمها ايه، ما فيش في حاجه اسمها اطلاقا فشل، هي نتائج، في منها البعيد ومنها القريب. وفي يمكن نقطه احب اضيفها هنا، فكره عدد الساعات، لان دايما بيجي يسال هو انا مثلا هاخد فتره زمنيه قد ايه وابقى لسه كنت كويس. اسال حضرتك في الموضوع ده، عشان يتقن اللغه بقى ويبدا يتكلم بياخد وقت قد ايه؟ طيب يعني هنا يمكن في هنا وجهه نظر الشخصيه، لان انا برضو قرات في الموضوع كتير جدا جدا، بس لو احنا هنتكلم بشكل كويس وبشكل نوعا ما نقول نقدر نقول علم، يعني في عندك في جهتين يعني من موثوق فيهم، الجهتين دول مطلعين ارقام. في معهد اللغات الامريكي، المعهد دوت هو مش بيتعامل مع مدنيين، هو بيتعلم سفراء العالم اللي هم شغالين في وزاره الخارجيه الامريكيه، بيعلمهم اللغات المختلفه. فهو قال ان انت عشان تتعلم لغه قريبه من لغتك الام، ومصنف اللغات لثلاث حاجات، لغات سهله، متوسطه الصعوبه، لغات صعبه جدا. متوسطه اللغات السهله دي اللي من ضمنها اللغه الانجليزيه، دي بتاخد افريج من 600 بتعتبر ل 750. سهلة يعني. ده الانجليزي، بتاخد بافريج من 600 ل 750 ساعه دراسيه. بالمناسبه اللغه العربيه من اصعب اللغات، بتاخد 2200 ساعه دراسيه. فدي في صعوبه رهيبه ان احنا الناس اللي يتقنوا 2200 عشان اوصل للاتقان يعني. بالظبط كده. بس فهو نفس الكونسبت معلش، كده، هو اللغة الانجليزية قد ايه تاني؟ من 600 ل 750 ساعه دراسيه، ده معهد اللغات. في طبعا جامعه كامبريدج ليها مقياس مختلف، ومقسم اللغات اللاتينيه بشكل عام لست مستويات. بس نقدر نقول يعني انت لو وصلت لمستوى مثلا البي 1 او البي 2 فهو دوت كافي جدا بالنسبه لك. فنقدر نقول البي مثلا 1 وبي 2 اللي هو فوق متوسط يعتبر او متوسط. نقدر نقول لو فوق المتوسط، احنا ذات نفسنا هتلاقي معظم المدرسين اللغه في مصر يعني معظمهم بي 2 يعني. المدرسين، لا انا بتكلم كمان على اللي مش متخصصين وعايزين يقووا اللغه كلغه وعايز يتقنها. انت لو في اعتقادي الشخصي يعني انا اعتقد، انا لما كنت شغال في اماكن كتير جدا كمستوى بي 1 ما كنتش بواجه اي مشكله خالص في الكوميونيكيشن يعني. فانت لو وصلت فعلا مستوى بي 1، بس على كل المستويات يعني، على التحدث، عشان في ناس بتلاقيها بي 1 مثلا وهو على سبيل المثال بيدخل الامتحان يحله، بس فيجي ككونفرسيشنال سكيلز يعني بتلاقي الموضوع فيه صعوبه. فانت توصل فعلا بي 1 انا من اعتقد كل مهاره الحاجه يعني. التحدث هي اصعب مهاره المفروض ان هو يبدا يمارسها، مش مظبوط كده؟ مظبوط. طيب يعني حضرتك رايك ان هو المفروض يحدد هدف لنفسه والهدف ده يبقى عاده؟
بصي، هو مش فكره هدف، يعني انا اوكي انا عايز اتعلم انجليزي، ده هدف يعني، انا خلاص هو ده اوكي، انا ظبطت او الموضوع ده. يعني بحط لي مثلا وقت محدد، يعني انا الشهر ده هتعلم جزء، الجزء ده انا بعد سنة هكون بتقن اللغة، يعني المفروض يكون محدد وقت معين كده. يعني مش اصح حاجه، هو انا لو انت عايز اللي هو ايه تبقى، بس عشان احنا دايما دايما احنا عندنا فكره اللي هو ايه، قول لي هاخد وقت قد ايه وابقى كويس في كذا، فهو الفكره لا يعني تاني، هو احنا قلنا مثلا، احنا قلنا جامعه كامبريدج مثلا بتتكلم في عدد في افريج 800 ساعه، وهنا بيتكلموا من 600 ل 750، فهنا هنا ده يقول لنا حاجه مهمه قوي، ما فيش في فشل على الاطلاق، في نتائج منها البعيد ومنها القريب. فانت ببساطه مثلا لو جيت ذاكرت ايه 10 ساعات، فانت حققت نتيجه قريبه، لسه قدامك السكه دي، انت خد عدد الساعات دي بقى وقسمها براحتك، قسمتها على سنتين على 3 سنين على سنه زي ما انت عايز، بس فدي يمكن يعني والنصيحه اللي لو هم 700 ساعة دول. مظبوط كده، بس ما تقيمش نفسك يعني اللي هو ايه، يعني بص اصحى كل يوم كده وذاكر وتوكل على الله يعني وخلاص، ما تقعدش بقى تقول بقى انا ان شاء الله رب العالمين شهر وهبقى في كذا، لا يعني ريلاكس على الاخر، وانت هتلاقي التقدم بيحصل، يعني هتلاقي التقدم بيحصل وهتلاقي الدنيا ظريفه معاك، بس ما تفكرش بكونسبت ايه انا فشلت، لا يعني كمل بس وهتلاقي الدنيا اتظبطت معاك قدام يعني. طيب انا شايفة حضرتك يعني مش سنك كبير قوي، وفي نفس الوقت ما شاء الله حققت نجاح كويس، حققت يعني حققت هدفك اللي انت كنت حاطه في الاول، ففي ناس كتير قوي شايفينك دلوقتي وعايزين يبقوا زيك، يعني عايزين يبقى ازاي يحددوا هدف لنفسهم من الاول، ازاي يقدروا يشتغلوا على نفسهم ويحققوه فعلا، يعني تنصحهم بايه؟ ايه اللي ممكن يبقى عائق في طريقهم؟ اولا هم ممكن محددين الهدف غلط، ولا ماشيين في خطوات غلط، ولا هم مش عارفين اصلا يعملوا ده ولا ده. طيب يعني اول حاجه، يمكن ما اقدرش اصنف نفسي اقول ان انا ناجح او الكلام دوت، انا يعني مجرد حد بس بيسعى يعني، بس يعني وفقا لتجربتي الشخصيه يعني وفقا لكل حاجه انا قراتها، هو مفيش يعني مفيش طريق مستقيم، يعني هو ببساطه شديده جدا انت بتبتدي بعد عمليه التخرج، انت بتبتدي تجرب، يعني مفيش اوكي هتقعد تجرب مثلا الشغلانه دي، هتجرب الشغلانه دي، هتجرب الشغلانه دي، بعد ما بتجرب 3 4 حاجات كده بتلاقي نفسك منجذب لحاجه فيهم، يعني في حاجه ظريفه، ومش هقول لك ظريفه بنسبه 100%، لان انا بصفه شخصيه ضد مقوله اللي هو اللي بيقول ان انت شوف اللي انت بتحبه ايه، ومش ما فيش مره في حياتك هتحس ان انت بتشتغل ولا قرفان او زهقان، لا هيجي لك وقت هتبقى تعبان فيه حتى لو بتعمل الحاجه اللي بتحبها يعني. فانت خلاص بعد ما تجرب 3 4 حاجات كده، بس تاني جرب يعني، انزل وجرب، ما تسمعش اللي يقعد يقول لك طب بص الاختبار بقى بتاعت الشخصيه والكلام ده، لا انزل جرب بنفسك، ده هيبقى حاجه اقوى بكتير قوي، هتكتشف نفسك على الاقل، وهتلاقي نفسك بتتصرف ازاي في المواقف الحياتيه، وبعد ما خلاص بقى انا بقيت كويس مثلا، او انا حددت وجهه معينه في المجال او الفلاني اكتشفت ان انا شاطر في ده بالظبط، او بعرف اعمل ده، الله ينور عليك، بس يبقى هو كده حدد هدفه. خلاص هو حدد انا كويس ده، الفكره بقى بعد كده بقول طيب التنفيذ بقى. انا عايز ابقى اجمد واحد بقى في، او عايز ابقى قوي جدا في المجال ده، يبتدي بعد كده ان هو يشوف مثلا على سبيل المثال، يشوف بقى السلم اللي هو يطلعه، يعني على سبيل المثال بالنسبه لنا احنا كمدرسين في مجموعه شهادات احنا بناخدها بتقوينا، ازاي ان انا اقوي نفسي في اللغه، ازاي انا اقرا كتب مثلا زياده في مجالي، فانت هتحدد السلم هتلاقي نفسك بيت كويس جدا جدا جدا، ويمكن احنا في يمكن قبل الحلقه حضرتك كنت بتكلمني عن بوست اللي هو الانفير ادفانتج دوت. ايوه بالظبط، عايزين نوضحه للناس برضو لان عجبني جدا. طيب هو فكرته ببساطه ان يعني في بعض الناس بتتولد بمهارات، وفي ناس ما بتتولدش بيها، يعني دي بقى دي قدرات يعني، وفي واحد مثلا على سبيل المثال هو اتولد لقي والده غني، واحد تاني لقي نفسه في طبقه متوسط، فدي حظوظ يعني. فاحنا كلامنا هنا للشخص اللي هو لسه مثلا اللي هو اتولد ما فيش حاجه مميزات ضخمه قوي مولود بيها، فانت هنا الطريق الوحيد اللي بالنسبه لك ان انت تخلق ميزه تنافسيه ليك عن طريق ان انت مثلا زي ما قلنا بتجرب في البدايات كذا حاجه، وفي الاخر بتبتدي تتخصص في حاجه، والحاجه دي انت بتعرف عنها كل حاجه تتخيلها، لدرجه ان هي بتبقى الميزه العظيمه اللي عندك انت، ومن خلالها تقدر انت تظبط دخل ليه لنفسك كويس جدا، هتبتدي انت تحقق فيها نجاح كبير جدا يعني. فدي دي اللي انا بنصح بيه، فكره ان انت اوكي جرب بس، ومن خلال التجربه دي هتظهر لك حدد. نتائج هتستمتع بيها، بعد كده خلاص بقى قرر ان انا هبقى اجمد واحد في الطريق دوت. ده وجهه نظري الشخصيه يعني. جميل. طيب عايزين بقى نكلم الناس ونعرفهم عن الكتاب ده، الكتاب الجامد جدا جدا ده. استاذ عدنان هو مؤلف الكتاب الاشهر في اللغه الانجليزيه، اشهر 2000 جمله في اللغه الانجليزيه عشان تتعلمها. كلمنا عن الكتاب ده بقى، يعني هو مختلف عن بقيه الكتب في ايه؟
طيب في مجموعه ناس كده اسمهم بوليجلوتس. الناس دول بنجحوا يتكلموا اكتر من 3 لغات، يعني في ناس وصلت مثلا يقدروا نقول 16 لغه، برضه علشان ما الناس ما تقولش لا ده هم واصلين لمستويات فظيعه، لا هو دايما في مثلا في ال 15 لغه دي بيبقى مثلا واصل للاي 2 مثلا للبي 1 مثلا كده يعني. فكان في شخصيه منهم هم عاملين كتب بشكل عام، في كذا شخص منهم عامل كذا كتاب يعني، من اشهرهم على الاطلاق يعني جابريل روينر، ده بيتكلم 5 لغات، عامل كتاب اسمه فلوينت فوريفر. فانا كنت بالصدفه بقرا كده يعني، بقرا في الكتاب، فهو كان بيقول على شويه تولز كده اي حد هيحتاجهم علشان يتعلم لغه، علشان يتعلم لغه جديده بالظبط. فكان من ضمنها بيتكلم على فكره الفريزز بوك، فكره ان وجود كتاب بيبقى فيه اشهر الجمل في مختلف المجالات الحياه اليوميه يعني. بس فمن هنا جت لي الفكره ان انا اعمل حاجه زي كده. ابتديت ان انا ادور يعني واشوف في السوق المصري هل في حاجات زي كده ولا لا. لقيت في حاجات بقى، بس لو حضرتك تتذكري من واحنا صغيرين بقى، لو اتعلم انجليزيه في 3 ايام والكلام دوت. طبعا. فهي كانت الحاجات دي بس. فانا قلت ان شاء الله اقدر اعمل حاجه ظريفه يعني، وابتديت ان انا اجمع. بس هو في الاول وفي الاخر انا يعني مش حد اللي هو ايه الف، انا بس جمعت المصادر وترجمت، وفي ناس برضو تانية كتير جدا ساعدتني في الترجمه، ولغايه ما الكتاب طلع بالشكل ده. وفي برضه ناس ثانيه جميله قوي يعني، انا مش متخصص مثلا في المقدمات بتاعه العلم، فاستعنت بصديق اسمه احمد عبد المنصف، هو متخصص قوي في المنطقه دي، فهو ساعد ان هو في البدايه كتب للناس مقدمه عن العلم عشان يفهموا اكتر بقى بالظبط يعني بقيه محتوى الكتاب. الله هو نعم. كتاب الحقيقه قيم جدا يعني، انا واحده من الناس بنصح الناس ان هي تشتري. اللي حابب ان هو يحصل على نسخه من الكتاب ده هيتواصل على صفحة 8020 على الفيسبوك ويتواصل مع أستاذ عدنان وهو هيقول له. طبعا وقت الحلقة جري بسرعة، أتمنى أن الناس تكون استفادت فعلا. ناس كتير قوي بتبقى عايزة تتعلم إنجليش ومش عارفة المشكلة فين، فأعتقد إحنا عرفنا النهاردة المشكلة فين. نتفرج على الحلقة مرة واتنين عشان نعرف التقنيات والأساليب اللي هنتبعها عشان نكون أحسن وأشطر. أشوفكم الحلقة الجاية على خير، هتوحشوني، باي باي.